تفقد محافظ الجيزة عادل النجار عددا من مدارس أحياء العمرانية والدقي وجنوب الجيزة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، وذلك لضمان سريان العام الدراسي الجديد بشكل منضبط بكافة الإدارات التعليمية. وحرص المحافظ على تهنئة الطلاب ببدء العام الدراسي الجديد، مشددا على مديري المدارس بضرورة المتابعة الدورية لنسب حضور وغياب الطلبة وتحقيق الانضباط العام داخل المدارس والالتزام بخطة تدريس المناهج وتوافر الكتب الدراسية. كان عندنا مرور على كافة المدارس سواء جديدة أو مدارس بيتم رفع كفائتها، وده عشان نتأكد من سلامة المدارس إنشائيا وعشان نتأكد من رفع كفائتها والوصول لحالة مرضية لأولادنا إن هم يمارسوا العمليات التعليمية، وهي عملية طبعا مهمة جدا جدا. إن شاء الله يكون عام دراسي موفق بالنسبة للجميع، والسيد محافظ الحقيقة الفترة اللي فاتت دي مهتم اهتمام غير عادي بالنسبة لتجهيز المدارس، بالنسبة لرفع الإجراءات حوالين المدارس. كل رؤساء الأحياء والمدن الحقيقة والأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة متفاعلين جدا معانا، وان شاء الله يكون عام دراسي موفق.